أنا سهام محمود بدور من قرية بصيرة الجرد ناحية المشتى الحلوة. نحن جماعة فقيرين يا دوب يعني من طيلع يوميتنا. من خلال حضرنا أكثر من اجتماع صرنا نستفاد، وكان في دكتور بيطري هوني صرنا نستفاد إذا مرضت البقرة نعرف شو بدنا نعمل إذا مرضت بقرتنا. صرنا من كنا نحن الحليب عنا يوميا نبيعه بخسارة. طرحوا فكرة إنه شو رأيكم تعملوا تسوقوا الحليب تعملوا قريشي سمني لبني. أنا أجتني فكرة إنه بلا بنبيع هالحليب وأخسر فيه، لا بعمل فيه لبني وقريشي وسمني. حسيت الفرق بين إنه لما كنت بيع حليب كنت بيعه بخسارة، لما صرت أعمل لبني وقريشي وسمني وجبني صار معي الفرق مليح وصرت استفاد من هالخطة. واستفدنا كمان لما كنا نجي كل واحد يطرح فكرة ويطرح معلومة، ما كان عندنا هالخبرة والمعلومة يعني عن البقر وهيك، يعني استفدنا كثير من هالمدرسة الأبقار ومن هالمشرفين اللي كانوا يجوا يعلمونا ويعطونا نصائح مهمة لتربية الأبقار. وأتمنى أنا إنه يعني يعطوا أهمية أكثر للمرا، يساعدوها بتربية الأبقار مشان تتشجع وتصير تعين لحالها، يعني ما تحتاج حدا. أنا شاهر خضر، أحد مربي الأبقار في بصيرة الجرد تابع على مشتى الحلو. طبعاً المدرسة الحقلية هي مدرسة ذو فائدة كبيرة للأخوة المربي في القرية، حيث هذه المدارس عززت واقع التشاركية والحياة الاجتماعية في القرية من خلال تبادل الأفكار والمعلومات لدى المربيين، وطورت الفكر والعقلية اللي عندنا نحن لتربية والاعتناء بالحيوانات. أنا راح أحكي عن تجربتي من حيث في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومنعاني نحن من تأمين العلف، حيث أصبح أسعار العلف مرتفعة جدا. فقررت أنا أني طبعا أزرع محاصيل علفية متنوعة، منها مثلا بقوليات مثل الباقية والدرة والشعير بالإضافة للقمح. طبعا هاي العملية وفرت علي كتير من أجل يعني بدل ما أشتري العلف صرت أنا أنتج وأعمل خلطات بعد سؤال الاختصاصيين. وفرت علي كثير من ثمن العلف، وايضا وقت بيكون عندي انتاج زياده، فاذا هي ما تدر علي ايضا مال. انا اسمي غاده ابراهيم حيدر من بصير الجرد ناحيه المشتى. أنا من المستفيدين بجلسات اللي كنا نعملين مشان تربية الأبقار. يعني كنا نجتمع النساء كليتنا مع بعضنا ونحكي وهن يستفادوا ونحن نستفيد. استفدنا من الدكتور وبنتمنى أنه يخصصوا لنا دكتور يساعدنا، هاني أنه كل أبدنا شغلي أنه نستشيره وهو يستشيرنا، نحن نستفيد منه وهو يستفاد منا. وكل الأخوين اللي كانوا يجتمعوا مع بعضين كنا نستفاد مع بعضنا. كنا مثلاً أي جارتي هذه إنه عندها مشكلة أنا روح ساعدها، مثلاً جارتي بدها تخلف بقرتها وما في علي أنا روح ساعدها. أكثر من 10 بقرات استني بهالشهر أنا مساعدتهم وخلصتي. إن إحنا كمان كنساء الضيعة هون إنه ضيعتنا بعيدة عن العالم، يعني إن المرأة كلها بتشتغل شغل وبتاخذ دورة، يعني أحياناً الزلمة بيكون بريت البيت بيكون المرأة بتاخذ دورة كلها النساء كلها، يعني إحنا شغلنا كله أقويته على النساء.